رجعنا وياكم مستمعينا متواصلين على أثير البانوراما أف أم بسهرتنا الرمضانية رمضان والناس مباشرة وياكم عبر الأثير وأيضا بالصوت والصورة عبر تطبيق أم بي سي مود وتطبيق شاهد في آي بي. مسلسل سفر برلك هذا المسلسل اللي قاعد يطلع ترند كل يوم صحيح. ونجومه قاعدين ينورونا كل يوم. اليوم بطل العمل عبد الرحمن عبد الله غالب المدياني منورنا. عبد الرحمن اليماني بطل مسلسل سفر برلك يسعد مساك ورمضان كريم. حياك الله يا روزا واسعد الله مساكي كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا رب. ومستمعين بانوراما ان شاء الله كل سنة وهم طيبين. حقيقي انا سعيد بهذه الاضافة وسبحان الله الماتشنج او التشابه بين اسمي الحقيقي وبين عبد الرحمن احمد اليماني عبد الرحمن هو عبد الله المدايني فماتشين قريب جدا. طيب انت اخترت الاسم ولا لا؟ لا انا ما اخترت الاسم بالعكس انا حتى كان يعني الله يرحمه الاستاذ حاتم والاستاذ فراس دين الله يعطيه العافيه ومسيه بالخير حرفيا قال لي يا رجل من كثر ما العمل الدور يعني مكتوب لك الكاركتر اسمه عبد الرحمن. الكاركتر اسمه عبد الرحمن. طيب خلينا نسولف عبد الرحمن عن العمل من اول ما وصل لك الى الان. اول ما وصل لك شنو كانت ردة فعلك بالبدايه عن الشخصيه؟ أول شيء صراحة كلمني الأستاذ فراس دهني بعد ما كلمني شخص يعني قبله قال لي الأستاذ فراس دهني حيكلمك كلمني الأستاذ فراس دهني وقال لي يماني أنت معانا من حارة الشيخ وبنعرفك ونعرف التزامك وعملك وإحنا كام بي سي أنت دائما مرحب بي. قلت له أنت كذلك يعني أستاذ فراس ام بي سي يعني مجموعة وكيان كبير أي شخص يتمنى يعني أنه يكون جزء من هذا الكيان أو أنه يشتغل مع هذا الكيان هذا شرف لي. قال لي طيب إحنا عندنا عمل كبير جدا هو يعتبر أضخم أعمال ام بي سي والعمل يتكلم عن حادثة حقيقية. وقلت له أنا سمعت عن العمل وسمعت أنكم بتجهزوا له من سنتين. قال لي مظبوط هذا الكلام 2020. قال لي إحنا مش بنجهز. قال لي بدأنا تحضيرات وكده على خفيف لين ما اتفقنا على وقت التصوير. قلت له أنا تحت أمرك. قال لي تشرفنا تزورنا في المكتب. هذه من أيام كوفيد من أيام كورونا ولا قبل كورونا؟ يس لا من أيام كورونا تمام. كنا في القاهرة أنا كنت في القاهرة كان عندي تصوير لمسلسل وادي الجن فكنت في الفيوم قاعد أصور والأستاذ فراس كان في دبي وبيجي طيران على القاهرة فنسق معي إنه إحنا نتقابل. قال لي أنا أعرف منك انه انت تحب الاستاذ حاتم علي. قلت اوكي مين ما يحبه الله يرحمه الله يرحمه حقيقي. فقال لي طيب الاستاذ حاتم علي طالب انه يجلس معك. قلت له عفوا استاذ راس استاذ حاتم علي ما غيره المخرج الكبير يبغاني انا بالاسم. قال لي هو طالبك انت مرشح معانا. قال لي لدور بطوله للمسلسل الضخم اللي انا بكلمه. انا ذاك الوقت يعني ما ادري كيف اوصف لك بس يعني طرت من الفرح والخوف. يعني الموقف كان فيه ميكس غريب انه مسلسل ضخم ومع مخرج مره كبير اكبر مخرج دراما تاريخيه يعني هو عراب الدراما التاريخيه العربيه فعلا. بالنسبه لي مع كل الحب لكل الاساتذه الموجودين بس الاستاذ حاتم علي سبحان الله يعني اسمه موجود عوائلنا تعرف اعماله اهلنا حتى ابنائنا راح يعرفوا اعماله باذن الله سبحان الله. فكان عندي ميكس غريب كده كان في تشابك في المشاعر ما بين الفرحه والخوف. فقال لي تعال قابل الاستاذ حاتم علي وان شاء الله خير. احنا نسقنا يوم انه انا اجي من الفيوم والاستاذ فراس والاستاذ حاتم علي يجوا وكمان الاستاذ اللي يتحجوا طبعا كان موجود في الاجتماع ايوه. فقال لي حيجتمعوا معك الاساتذه المخرجين وانت تفضل حتدردشوا مع بعض. رحت فعليا كانت جلسه تعارف. أنا أول ما دخلت على الأستاذ حاتم علي أنا كان في كلمتين فعليا في بقي مجهزهم. السلام عليكم يا أستاذ حاتم علي. إيه حقول لك إيه زي ما صار بالضبط كيف فك الباب دخلت السلام عليكم أستاذ حاتم علي كم حالك. قال لي أهلين يا ماني. قلت له أهلين أستاذ حاتم. قلت له أستاذ حاتم أنا حافظ كلمتين أبغى أقول لك هي البعض قد يعتبرها نفاق لكن قلت له قسم بالله أنها خارجة من قلبي. قام أستاذ فراس دهني نط كده قال هم كلمتين أنا هقولهم زي ما تيجي. قلت له بالضبط. فقلت له أستاذ حاتم أقسم بالله أنا أحبك وأمي تحبك وأبوي يحبك كل العالم العربي يحبك. قلت له أنا فعليا ممتن أنه أنت
تعرف فقط تعرف اسمي. ما بالك يا استاذ حاتم انك طلبتني؟ قلت له انت مجرد طلبك لمقابلتي او انه انا معاك في عمل واحد انت اخترتني فيه. قلت له انت وديتني حته ثانيه يا استاذ حاتم. قلت له كل الشرف وكل الفخر لي. قال لي تفضل تفضل. جلسنا بعدين دردشنا كذا شويه، تكلمنا، ما تكلمنا ابدا عن الكاركتر عن اي شيء. خرجت بعدين كلمني الاستاذ فراس دهني ثاني يوم، قال لي الاستاذ حاتم علي يبغى يعطيك الخمس حلقات تروح تقراها وزي كذا، عشان انا عندي المسلسل الثاني زي ما قلت لك بصوره. صحيح. قال له تمام. اعطاني، رجعت مره ثانيه قابلت الاستاذ حاتم علي، اخذت السكريبت، تكلمنا شويه حول الكاركتر، اعطاني مرئياته على الكاركتر، الشخصيه قديش بعيده عن حياتي الواقعيه كصفات الشخصية، البيهيفيرز تقدري تقولي. في تشابه ولا حسيت انه في صعوبه؟ لا لا، بعيده بعيد بعيده بعيده يعني، حتى لدرجه الاستاذ حاتم، انا شوف انا انسان هايبر، انا حركي جدا يعني، زي ما يقولوا زي ما يقول عرب شقي. الله لا يشقينا يا رب، ولا المستمعين جميعا يعني يا قيوم. فقال لي، قال لي انا بتكلم والبادي لانجوج عندي كده لغه الجسد مره مره ظاهره. فقال مسؤول حاتم علي قال لي ترى الكاركتر هادئ. هادئ ايوه، هادئ ومش خجول على قد ما انه مش مقدام. مش الإنسان اللي يملك الجرأة، بس في نفس الوقت ما هو خجول، بس ما هو يعني عجوز. عبد الله اليماني، عبد الرحمن اليماني 100%. فقلت له استاذ حاتم ما عليك، ان شاء الله اني قد الدور هذا. قلت له انا اصلا يعني المسلسل اللي انا شغال اصور فيه 8 شهور كان من جزئين اللي اسمه وادي الجن. قلت له انا بسوي فيه دور شيطان. هو فهم لانه يعني مخرج كبير، فعارف يعني دور شيطان. شيطان يعني هدوء، حركه صفر، انفعالات صفر. يعني عمرك ما تشوف شيطان يزعق ويغضب انه واحد مثلا غلط عليه، بيحرقه وهو جالس مثلا. الله يكفينا شر الشياطين قدام ما صفقين. امين يا رب، امين. تمام. فتعرفت على الكاركتر بهذاك الوقت، ومن بعد وفاة المخرج طبعا تسلم القيادة الليث حجو، المخرج الليث حجو. خليني أقول لك أنه هذه الحتة مرة أثرت فيا. أكيد إحنا خسرنا يعني، يعني أيوه. كان في خسارة كبيرة للدراما العربية الصراحة بوفاته. والله الحقيقة يعني الأستاذ حاتم علي اللي يهون والله، شوفي ما في شيء يجبر القلب اللي افتقده، لكن في عزاء. العزاء اللي يعزينا فعليا انه 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 ابناء وتلاميذ الاستاذ حاتم علي وبصمته واعماله القديمه لا زالت موجوده بيننا. الرؤيه اللي فتحها لهذا المجال في العالم العربي، بصمته اللي صنعها، هو الان حرم وعلم من اعلام الفن العربي. فتقدر تقول انه هو جايد لاين لكل الاجيال اللي جايه بعده. هذا عزاء لنا، بالنسبه لنا كاهل يعني كفنانين او حتى كمشاهدين. انا لما اقرا في تويتر او اقرا في السوشيال ميديا، الناس لا زالت تترحم، يقول لك يا الله يا استاذ حاتم علي الله يرحمك، والله روحك موجوده بالعمل، لمساتك موجوده بالعمل. الاستاذ ليث نفسه كان يقول الكلام ده. يعني احنا حتى السكريبت لما بنصور، احنا قعدنا نصور تقريبا مدة طويلة، تعرف كورونا والظروف والعمل كبير جدا والتنقل ما بين الدول، فكان يجينا السكريبت مكتوب يعني اخراج الليث حجو وحاتم علي، يعني الى اخر يوم الاستاذ حاتم علي. انت شفتيه اول شيء طلع على الشاشة مهدى الى روح الاستاذ حاتم علي. الكل مرتبط بهذا الرجل. انا اعوذ بالله من كلمه، انا اخذت منه السكريبت ورجعت على الفيوم اذاكر الخمس حلقات. بعدين كلمت الاستاذ فراس، قلت له انا حاب اجلس مع المخرجين الاستاذ ليث والاستاذ حاتم على اساس يعني اتناقش معاهم في اللي انا شفته واستشفيته من الخمس حلقات حول كاركتر عبد الرحمن، حول العمل كامل، طريقه المسلسل. قال لي تمام، نسق لي معاهم موعد وطلعت يعني، خرجت من الفيوم في يوم اوف كده تصويره، ونزلت على القاهره قابلت الاستاذ حاتم علي والاستاذ اللي يتحجوا. تناقشنا حول المرئيات اللي انا شفتها كيف. طيب اعطاك المرحوم حاتم علي اعطاك شي نصيحه للتمثيل او شي تتذكر او شي كلمه قالها لحد يعني الان باقيه ببالك؟ ايوه ايوه فعلا. هو قال لي عبد الرحمن هذا عمل لك وللتاريخ، فلازم تكون حذر فيه. الحذر هنا مش من شيء على قد ما هو انه يحذرك، لازم
لازم تكون ملتزم. هي مسؤولية، الدور كبير جدا وعدد المشاهد عالي جدا، يتجاوز كان يعني لما كانت 30 حلقة كان يتجاوز 500-600 مشهد. الرقم جدا كبير، اللود عالي جدا، الحمل ثقيل جدا. يعني هذه وهذه فرص ما تجي دائما في الحياة. وعبد الرحمن خليني أقول لك، على قد الحمل على قد ما قاعدين نشوف نجاح كبير للمسلسل. يا الله. يعني كثير ناس قاعدين يسولفون عن كثير ناس قاعدين يعني يتداولون المقاطع. أنا شخصيا دا أشوف مقاطع على السوشيال ميديا، وبنفس الوقت هنا بالأم بي سي كزملاء، ما خلي بعيدا عن أم بي سي تالنت والبرودكشن وكذا، بس زملائنا بمجموعة أم بي سي لما تسأل شنو قاعدين يتابعون، واحدة من المسلسلات اللي لابد أن تنذكر هي سفر برلك، إذا ما كانت أول مسلسل ينذكر. فعليه ما شاء الله أصداء عالية، نجاح كبير قاعدين نشوفه. وقصة عبد الرحمن، شخصية عبد الرحمن إلى الآن، خلينا نسولف عنها، التطور اللي قاعد يصير بالشخصية، أيضا تفاعله مع باقي الشخصيات أصحابه. وأريد أعرف من عندك شنو راح يصير بشخصية عبد الرحمن، شنو اللي جاي، أريد أحمس الجمهور. روز أنت معك سحب كلام، أنت بتستدرجيني على فكرة. نبغى نعرف. الله يسعدك. شوفي، ما أقدر أوضح، أنت طبعا أستاذة وعارفة يعني في المجال وفي الفن. أني فعليا ما أقدر أكشف خطوط كثيرة، لكن خليني أقول لك اللي انكشف من كاركتر عبد الرحمن يوضح نوعا ما إيش ممكن يصير قدام. ما أقدر أضيف شيء زيادة، لكن تحولات عبد الرحمن وبلورة الكاركتر، خليني أقول لك إنه عبد الرحمن فعليا يمثل الإنسان البسيط حقيقي، اللي بفكره البسيط، اللي ما هو متعمق في أي شيء آخر، اللي مثلا انضحك عليه بمنظور أو بلوحة أو برسمة وكان عايش عليها، فجأة هذه الرسمة وهذه اللوحة وهذا القناع انكشف عنه، فبدأ يكتشف حبة حبة تدريجيا، فأصبح عنده الصراع الفكري، الصراع النفسي، الصراع الحق والباطل، من صح من خطأ، في بعض صارت تدخل الأمور في بعض. هذه معركة كانت في داخل عبد الرحمن، وبتظهر ملامحها في بلورة الكاركتر تصاعديا مع ازدياد الحوادث الواقعية اللي تعتبر كأنك تقولي كفوف بتفوق عبد الرحمن. تصب كلها في النهاية في مصب آخر اللي هو ينضج عبد الرحمن عقله، وبدأ يبان في الحلقات. طيب من بعد ما ينضج شو راح يسوي؟ راح يقوم بثورة؟ يعني لا، ثورة ما وقفت عبد الرحمن، الثورة تاريخية مثبتة من قبل. لا، أقصد راح يتغير، يعني راح يكون في تغيير كبير جذري بالشخصية. رازا ممكن أرسل إيميل أشتكيكي؟ لا ترى أنا باقي محاولة واحدة وأقول الحمد وتقول أجيب لك الأخير. عبد الرحمن، خليني أروح للسوشيال ميديا، وتحديدا في بوست أنت كتبت بيه: يا أهل البيت، عبد الرحمن عبد الله غالب وصاني أسألكم عن رأيكم في المسلسل. أنت شنو تقول لأهل البيت؟ أهل البيت جاوبوك على بالبوست على السوشيال ميديا على حسابك. أنت شنو تقول لأهل البيت؟ شنو توعدهم بشخصية عبد الرحمن وبالأعمال الجاية اللي حاب تقدمها؟ أهل البيت يسمعوك ويتابعوك. أهل البيت أول شيء هم على الرأس وفي قلبي وفي عيني. حقيقي الواحد أتمنى إنه إن شاء الله ربي يكون أكرمنا، قدرنا نوصل لكم تفاصيل هذه الحادثة التاريخية، قدرنا نمتعكم بمشاهدتها، قدرنا نمتعكم بتفاصيلها. أتمنى أنها تكون وصلت إلى كل شخص شاهد، أتمنى أنه ما يكون قصرنا، وإن في قصور أنهم يسامحونا. هذا بالنسبة لسفر برلك كعمل تعبنا فيه جدا جدا، فأكبر يعني أكبر جائزة لنا فعليا بعد هذا كله فقط أنه يعجب الجمهور ويشوفه. فأنت لما بتتكلمي بتقولي الناس بتشوفها، شكرا لكم يا أهل البيت، شكرا لكل مشاهد أعطانا من وقته بيتفرج، شكرا لكل الناس. أنا سعيد جدا جدا بردود الفعل اللي سايرة، وأوعدهم بإذن الله كعبد الرحمن يماني أنه بحول اللي ما تنام عينه القادم أجمل، طالما أنه الواحد أصلا يعني مع قناة كبيرة كأم بي سي وأعمال ضخمة، وإحنا شايفين التحول والتقدم في كل شيء، بحول اللي ما تنام عينه إنه الجاي أفضل إن شاء الله يا رجل. إن شاء الله. أنت قدها وقدود من خلال العمل هذا، ما شاء الله شخصية مأديها بطريقة جدا حلوة،
وبعدنا احنا بعدنا في وسط رمضان، فبعد جاي اعتقد راح تكون الموضوع ملحمي اكثر، والقصه راح تاخذ يمكن منحى اخر، وفي تشويق كبير لهذا المسلسل. وبالتوفيق يا رب لك، بالتوفيق، تستاهل كل الخير. شكرا لك عبد الرحمن. شكرا لك، شكرا لك روزا، واحلى تحيه لاحلى مستمعين عبر اثير بانوراما. شكرا لك، تسلم، يسعد مساكم. تسلم، شكرا لك.